نجمتنا الكبيره الهام شاهين على التليفون. اهلا بيكي مره كمان ومليون مبروك مره كمان. سامعيني دلوقتي؟ اه كده حلو جميل. طب الحمد لله. ايوه كده عشان نسمع صوتك حلو وملعلع كما جرت العاده. ربنا يخليك. والله قوليلي. يعني عايزه اقول لكم مبروك علينا جميعا. رئيسنا عبد الفتاح السيسي مبروك علينا امن وامان مصر، وان شاء الله نتفائل بالقادم، يعني بالخير القادم لمصر ولكل المصريين ان شاء الله. بإذن الله بإذن الله. ألف مليون مبروك. طب ما بس برضو ألف مليون مبروك، وأنا دايما أنا عارف أن أنا بزن في القصة دي. هتنتجلنا إيه قريب؟ والله بص، عندي مسلسل يعني بس اتكتب منه 5 حلقات بس، كان عندي أمل أنه ممكن يلحق رمضان. بس أنا أثق، بس فعلا هو برضو دور جديد جدا. يعني أنا قبل ما أعمل ألفريدو وما قلتش الدور إيه، لكن قعدت أقول للناس أنا بوعدكم بدور جديد ما تقدمش على الشاشة من أي نجمة، وفعلا كان الدور جديد. صح. مريضة الزهايمر، فأنا بوعدكم بدور برضو ما تقدمش خالص إن شاء الله، بس يتكتب بشكل صح وياخد وقته ويتحضر صح، لأن أنا ما بقبلش يعني أقل، مش هقول 100%، أقل من 90% اقتناع بكل عناصر العمل. يعني خلاص كسبت ثقة الناس ومش عايزاها تتهز، أنا مش هشتغل لمجرد الشغل وخلاص. لا كسبانة ثقة الناس من سنين، يعني مش من ألفريدو وبس يعني، لكن الحفاظ على الثقة دي على فكرة يعني أصعب من الوصول دي. طبعًا طبعًا. أنا مصرة إن أنا أحافظ عليها وإن دايمًا أفاجئهم بشيء جديد، وعلى فكرة أنا بفاجئ نفسي معاهم. بس أنا عايز فيلم سيما. سينما انا عارف انها بتبقى مغامره، وعارف انها بتسبب لك دايما مغامرات ماليه وحاجه يعني صعب، بس كمان عارف انك بتحبي كده. يعني في عمل انا مشاركه فيه لكن مش انا المنتجه لوحدي. اوكي. اسمه الحب كله. كاتبه سيد فؤاد واخراج خالد الحجر. هايل. وهو يوم في الحاره المصريه بكل يعني مشاكلها وافكارها. هي أم عايزة تجوز ابنها في اليوم ده، بس هو يوم من الصبح لبالليل بنشوف بقى كل التفاصيل وكل النماذج وإيه اللي بيحصل والعلاقات المتشابكة، يعني بنشوف الإنسان المصري الحقيقي بوضوح وبصدق. فيا رب يعجبكم إن شاء الله. يعني هو ده المفروض إن احنا داخلينه قريب جدا بإذن الله. طب ما بتفكريش، يعني انا عارف انه النجمه الهام شاهين هي طول الوقت مشتبكه مع الواقع بتاع المجتمع، ومشتبكه طول الوقت كمان مع السياسه يعني، وبالتالي مش عارف بفكر معاكي بصوت عالي، هل ممكن يبقى في فيلم عن مثلا يوم خلال الانتخابات او يوم من فلسطين، يعني حاجه كده؟ والله يوم من فلسطين ده أنا نفسي أعمله جدا. طب يلا بينا. جدا حقيقي. أنا لو لقيت فعلا موضوع مكتوب يوصل الحقيقة كاملة وتاريخ القصة نفسها، عشان في أجيال صغيرة مش عارفة بداية التاريخ إزاي. يعني إحنا كان في خريطة سنة 48 عليها فلسطين بس. صح. ما كانش في هذا الاختراع اللي اسمه إسرائيل. يعني صحيح. ففي شباب صغير بيتساءل عن أسباب العداوة اللي بين العرب وإسرائيل، وإسرائيل على فكرة إحنا العداوة برضو عشان يبقى مفهوم مش للديانة اليهودية طبعا، ولكن العداوة للصهيونية، والصهيونية يعني دي جماعة متطرفة، يعني صح. زي ما إحنا كمسلمين مثلا إحنا ضد داعش طبعا، وهم داعش بيقولوا ان هم مسلمين للاسف، احنا ضد الاسلام اكيد. صحيح. فنفس الشيء دول يهود، بس احنا مش ضد الديانه اليهوديه، لكن ضد الصهيونيه، ضد المتطرفين دول، المتطرفه بافكارها المتطرفه. يعني اذا لو الهام شاهين جالها ورق حلو عن ده هتغامر بالانتاج. والله وهكون طايره من الفرحه، بس هعمل شيء لان ده بيوثق تاريخ يعني للاجيال اللي جايه بجد، ولحتى اللي موجودين حاليا، انه لازم يبقى حاجه صح قوي وعلى اعلى صح مستوى. صح. وفيها صدق شديد. انا مش عايزه اجمل اي جانب من الجوانب. انا بحب لما اقدم الحقيقه كامله، الحقيقه بعبلها بكل ما فيها، يعني لانه ما فيش حد على فكره
يعني صح في المطلق، وما فيش حد خطأ وما فيش حد شرير في المطلق طبعا. لا، في برضو بتتدخل أجزاء أخرى، يعني الصح بيتدخل في أجزاء غلط، والغلط في أحيانا تقتنع بالغلط ده ويبقى صح في مناطق معينة في ظروف معينة. طب نفسي أقدم شيء صادق.